بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي لما شكوت كانوني أنا من أسامي اشتكيت بكى كل شيء حيالي لما سمعتك حشرجت لما بكيت لما سحى قلبي لعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وبكنا في هذه الحلقة التي تأتي في بداية العام الدراسي الجديد. دعونا في هذه الحلقة نكون شفافين مع بعض، نحاول أن نتلمس الطريق نحو القمة. لا نريد لأي بنت إلا أن تكون متفوقة، وهذا التفوق ليس حكرا على الأولى والثاني والثالثة، لكل سنة نسلم لهن بأن يكن هن وحدهن اللاتي يأتين بهذه الدرجات العليا وبهذه المراتب الكبيرة. يمكن لكل وحدة بإذن الله عز وجل لديها قدرات أن تتسلق هذا السلم الطويل صحيح، ولكن في نهايته سوف تجد نفسها في قمة النجاح. بناتي أنا أقول لكم، ولعل هذا الكلمة أرجو أن تؤخذ على يعني على وضعها وعلى طبيعتها، في الدراسة الجامعية من فضل الله عز وجل علي لم أعرف غير الأول، وكان في نفس الوقت أشترك في نشاطات الجامعة وعندي بعض أيضا القراءات الخاصة، بل قرأت في الجامعة كتبا كثيرة وكنت أشغل بها وأحب أن أقرأ كثيرا، ولم يغير هذا شيئا من كون أي واحد منا يمكن أن يصل في النهاية بإذن الله إلى الأول. لماذا؟ إذا رتبت وقتك بشكل جيد وعرفتي أن الدراسة هي في الواقع مفتاح للمستقبل وللبناء العلمي والثقافي كذلك، هي زيادة في ترقية الروح والنفس في مدارج الخلق والفضيلة. هذا مفهومي للدراسة والتعلم النظامي. الطالبة التي تريد أن تكون متفوقة يجب أن تكون متوكلة على الله سبحانه وتعالى، وتريد لأن الله علق كثيرا من أمور التوفيق في الحياة على إرادة العبد ثم توفيق الله عز وجل له، وسوف يسبق القدر دون شك. هذه البنت هي التي سوف تصل بإذن الله عز وجل إلى مبتغاها وهدفها السامي. هكذا هم الناجحون والناجحات، هدف عظيم، سلم طويل، صبر ومثابرة وتصميم وتوكل على العزيز الرحيم. وهناك الملتقى، وين؟ النجاح ينتظر المبدعات في صناعة الحياة بعون الله وتوفيقه. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي. نبارك أشخاصا من حولنا استطاعوا أن يجعلوا من أسمائهم وميضا في عالم اختاروه بعناية. هم وضعوا هدفا واختاروا أن يتميزوا على أقرانهم، وبين ممرات طويلة استمعنا لقصص تفوق وكفاح، تأملنا انتصاراتهم الصغيرة التي نمت مع الأيام حتى كانت نجاحا، وذهلنا من البدايات. لكن هل تخيلنا لوهلة أن نكون مثلهم؟ إننا نحتاج لأن نحلم ونحلق عاليا بأرواحنا ونضع أهدافا لعامنا الجديد. علاقاتنا بالله، علاقاتنا مع أحبابنا، علاقاتنا بأنفسنا، فإن لها علينا حقا. علينا أن نخطط بجدية لأن نكون الأفضل. علينا أن لا نستسلم، أن نحاول ونحاول ونحاول
حتى نصل إلى القمة في جميع أمورنا. ما كان التوفيق دربا سالكا، ولا ظلمة مضيئة، ولا تفوقا جاء بواسطة. التوفيق اجتهاد وصبر ودعاء إذا استجاب. رد لنا هداية تهيئنا لطريق الرشاد، لطريق اخترناه وارتضاه الله لنا. بنيت بطوب تجاري بعمري سورا أصول به. أشرت أن هناك، وأشار أيضا تقرير البرنامج الذي أعده فريق البرنامج المتميز والدائم الحيوية والنشاط والقادر بإذن الله دائما على تقديم الجديد، أقول أشرت إلى قضية الهدف. يعني أي واحدة الآن هي تبدأ دراسة في هذا الفصل الدراسي قد وضعت لها هدفا. أنا متأكد أن هناك بنت وضعت لها هدف للأسف الشديد دون أن تشعر، أن تكون مثل العام الماضي. يعني يمكن تكون ضعيفة، ممكن تكون غير موفقة في دراستها، ممكن كانت ترسب في بعض المواد، عندها تصور هكذا عن نفسها أنها بنت ضعيفة غير قادرة على أن تتفوق. هذا طبعا أول شيء لا بد أن تغير وجهة نظرها عن نفسها لتبدأ من جديد لرسم صورة جديدة عن هالبنت. خلنا نقول هالبنت اسمها هدى، هدى القديمة اللي كانت لا توفق في اختباراتها تغيرت في الفصل الدراسي هذا الأول من عام 1435 عام الدراسي. يعني هدى أصبح عندها هدف كبير، إذا كانت تأخذ جيد الآن السنة هذه هدفها الفصل الأول أن تأخذ على الأقل جيد جدا، اللي كانت تأخذ جيد جدا على الأقل ستأخذ ممتاز، لا تقبل يعني غير الممتاز. هذا هدف. ممكن نقول البنت اللي كانت تأخذ 90 و91 و92 أنها الآن تريد أن تأخذ 98 و99 أو 100% كما أخذ كثير من البنات. وقد رأيت بنفسي مرة نتيجة اختبارات الثانوية للبنات، اندهلت انبهرت. هذا الشيء يعني لا نكاد أجده حتى عند الأولاد، عند الشباب. كثير صفحات أنا أقلبها، كانت النتيجة في يدي، أنا كنت أريد أن أرسل أخذها، أقول كان صفحات أقلبها وكلها نتائج كاملة، درجات شبه كاملة، يعني 100% 99%، ما شاء الله. يعني هذا لمدينة واحدة، لبلد واحدة. معنى ذلك أن قضية التفوق ليست حكرا على شخصية معينة، أنا أستطيع أن أتفوق، أي واحد منكم تستطيع تقول أنا أستطيع أن أتفوق. هذا الهدف ميزته أنه يحرك كل ما لديك من طاقات داخلية وخارجية، سوف يحركك أن تتبع الخطوات العشر التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، لأصل في النهاية إلى ما أريد. بعض البنات يعني يقولون سمعنا كثيرا قضية ضعي هدفنا ضعي، لكن ما يتغير شيء. ليه ما يتغير شيء؟ لأن الهدف دون أن نضع له خطة ونبدأ في التنفيذ لا قيمة له. فكثير من البنات يحلم، عندها حلم، ودي أصير كذا، ودي أصير كذا، تروح مثلا إلى العيادة وتشوف طبيبة متميزة وأخلاقها عالية والناس يحبون أن يذهبوا بها، يذهبوا إليها ببناتهم ونسائهم، فتقول أنا والله أتمنى أن أكون هذه البنت، هذه الطبيبة. حلم. عندها معلمة تحبها في المدرسة ورائعة جدا، مديرة متميزة، مشرفة، داعية، فسجد نفسها أنها مغرمة بهذه الشخصية، وأحيانا تتمنى أن تكون مثلها. ثم ماذا؟ يجب أن تضع بعد هذا الهدف خطة، والخطة ليست صعبة أيضا، هي سهلة، ثم تبدأ في التنفيذ. أنا أقول لكم يعني أنا حين أي واحد منكم تقول أنا أتمنى مثلا أن أمشي نفترض كيلو في اليوم، وكل يوم تقول أنا أتمنى أمشي كيلو، ثم تمشي شيء، تجي واحدة ثانية تسمع عن أثر الرياضة وأهمية وفائدة، تقول أنا فعلا أريد أن أمشي كيلو، بعدين على طول بدأت تمشي فورا. شوف الفرق، هذه ستصل إلى ما تريد، هذه لن تفعل شيئا لأنها فقط تمني نفسها بالأحلام. وبعض البنات فعلا تمر عليها سنوات وهي لا تحمل غير الأحلام، ولا شك أنها لن تصل في النهاية إلى أي نتيجة. طيب دعونا الآن مع كل بنت عزمت على أن تغير بعد سماع هذا الكلام من طبيعة حياتها ومن هدفها إلى هدف سامي وهدف عالي جدا، ماذا تصنع؟ تبدأ فورا.
معنا الآن أكمل إن شاء الله بعد قليل الأستاذة فاطمة الغويدي مديرة الثانوية من الخرج أو في الخرج. السلام عليكم أستاذة فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله وبياك أستاذة. يعني أتمنى أن تعرضي لنا في البداية مرئياتك حول الموضوع الذي نتحدث فيه ثم نتحاور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طالباتنا هم أنفس أمتنا الحية وروحها النابضة وبريقها اللامع ونبض قلبها الحي الذي إن أحسن تربته وسقيته وتهويته كان غرس ثابت راسخ مرتفع إلى السماء وفرعه بالأرض يحمل هم دين ينير قيم يترجم معاني سامية. هذا هو نبضنا الذي نحن نسعى له في هذه الحياة. فنحن وزارة تختلف عن كل الوزارات. نحن وزارة تربية قبل أن يكون تعليم. هدفنا من هذا المنطلق أن نحمي جيل، أن نوجه جيل، أن نمتص غضب جيل، أيضا أن نحتوي هذا الجيل. فسجوننا تئن والأحداث تتكلم، ووراء هؤلاء هو إهمال وإهمال وإهمال دور كبير لمدارسنا. أحسنت سيدة فاطمة. يعني أيوة معلش سيدة فاطمة، هذا الكلام اللي ذكرتيه أنا أعتبره منهج وليس فقط تعليق. لو أن فعلا بناتنا معلماتنا أولا، المشرفات على التعليم، إدارات التربية والتعليم، وزارات التربية والتعليم في بلادنا الإسلامية والعربية بشكل عام، أخذت بهذا المنهج لتغير المنتج ما يسمى المخرجات. فنحن الآن نشكو إذا رحنا الجامعات والتقينا بالطالبات هناك من خلال المحاضرات أو الدورات التدريبية أو عملت بعض الدراسات المسحية للمشكلات التي تحصل في الجامعات بشكل عام، أنا أتكلم في الوطن العربي، أقول سنجد أن هناك ظواهر كثيرة جدا تمس الجانب التربوي وتشير إلى حتى أيضا يعني جانب التعليم. يمكن وأشير وأكرر أن البنت تعتني به عناية فائقة، هناك مشكلة في الجانب التربوي. وخلينا أقولها، يعني وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية غيرت اسمها قبل سنوات إلى وزارة التربية والتعليم، وهي كذلك هذا الاسم موجود في معظم الدول العربية. ويعني سمو وزير التربية والتعليم قبل فترة قصيرة تحدث في خطاب موجه للمعلمين والمعلمات بشكل عام وأصر على هذه القضية، وأن وزارة التربية والتعليم وزارة التربية قبل أن تكون وزارة تعليم. أي الآن يعني السؤال بشكل واضح، إحنا أريد أن تقدمي رسالة للمعلمات، رسالة للطالبات، لأن أيضا لن تكتمل العملية التربوية في إدارات التربية والتعليم إلا إذا اتفق أن هناك معلمات يرغبن في تقديم التربية وأن هناك بنات عندهن استعداد لتقبل هذه التربية. الرسالة الأولى طبعا لكل مربي سواء معلم أو مشرف أو مدير أو أيا كان يحمل أمانة في عنقه، فنحن رعاة، كلنا رعاة ومسؤولين عن هؤلاء الرعية. هم نعتبرهم طوق قد طوق أعناقنا. فالمبدأ الأول الذي ينبغي أن يغرس في أنفسنا أننا نحمل هم كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله ثم استقم. ينبغي أن لا يكون هدفنا من التعليم هو المال، لأن من قبض الأجرة فقد حوسب، وإنما يكون الهدف هو إخراج جيل نستطيع أن نواجه به أمة كاملة، نستطيع أن نتباهى به أمام الله سبحانه وتعالى كما افتخر بنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نكون نحقق ما بدأه بلنا، أن نكون على خير منهج، فنحن نعلم ونتيقن أننا ورثة الأنبياء. أحسنت يا سيدة فاطمة. يعني هذا الأمر يحتاج إلى غرس في نفوس المربيات والمتربيات، وأتوقع أن وزارات التربية والتعليم ينبغي أن تتفهم وهي ترى وتنظر كيف أنه إذا لم يبين المنهج الوسطي المعتدل الذي انبثق من رسالة يقول الله عز وجل فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، سيحصل التطرف ويحصل الانحلال. هناك تطرف نعم وغلو وتكفير ومآسل يعيش الآن العالم العربي بشكل خاص،
وهناك انحلال وتفسخ واعتداء على القرآن وعلى السنة، بل هناك أيضا بذور إلحاد، وهذا أيضا وجد وإن كان قليل ولله الحمد، ولكنه يخشى أن يكبر ويتسع. إذن الحقيقة دون شك أن علينا رسالة عظيمة جدا. سيدة فاطمة، في بدء الدراسة ماذا تريدين أن تقولي للبنات؟ أتمنى أن يكون الهدف من التعليم ليس شهادة أحملها في الدنيا ثم أودعها في ملف، وإنما تكون شهادة أمارئ بها القوم يوم القيامة، يوم يقول ها أم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. هذه الشهادة هي صورة لشهادة عظمى وثانية يوم القيامة، هي صورة لشهادة عندما يلقى الإنسان في قبره يجدها تغذله وتجعل قبره يتسع بدل أن يضيق. هذه الرسالة التي ينبغي لكل إنسان أن يتدبرها. التعليم ليس إلا نهج قرآن واضح صريح، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا تدبرنا القرآن وتحركنا على نهجه وسرنا على منبره سنعيش في ظل تعليم يحمل معاني ثانية ورقي دائم، ولن نعيش التخلف الذي نحن الآن في حضبه، وإنما سنرتقي وسنباهي الأمم في كل مجال. أحسنتي سادة. يعني معلش نسأل سؤال خاص، من خلال تعاملك مع المدرسة الثانوية في الخارج، كيف أثر البرامج بشكل عام وأثر برنامج بوح البنات بين البنات في داخل المدرسة؟ نحن ولله الحمد في الثانوية الثالثة عشر بدأنا نفعله من السنة الماضية، فكان له صدى رائع. يكفي أن معناه بوح، وباح بالشيء إذ أظهره، والإظهار لا يكون إلا عن شيء قد اختلج في النفس. أريد طبيبا يطبطب لي ما به، وأريد محركا ومعولا يوجهني. فالمراهق نعلم أنه ما زال في طيشه، ما زال المرئيات تقصره. إذا نحن لم نتسع قلوبنا ولم تمتلئ صدورنا بالصبر والتحمل، ونسمع ضجات صدره وأنات روحه ونستقبلها لكي نحركها تحريكا سليم، هذا لن يكون له صدى. فوجدنا في من خلال برنامج بوح بنات كثير وكثر من الطالبات لربما قد تعاني عنف، لربما قد تعاني مشاعر متأججة تحتاج إلى من يوجهها توجيها صحيحا، إلى من تعاني من طرق سابقا خطة في التعليم. هذا كله كان يحتاج إلى صدر يستقبلها فيضمها فيخطط لها خطة سليمة ويعطي لها منهج تتحرك من خلاله، وهذا ما وجدناه ولمسناه ولله الحمد من بناتنا خلال هذا البرنامج، وسنستمر بإذن الله عز وجل عليه، لأنه هو رفع مستوى سلوك وتعديل وتهذيب. الحمد لله بناتنا فيهم خير كثير، ونتمنى لكم دائما أن تفعلوا كل جانب يمكن أن ينفع البنات ويزيد من قدراتهن في الجانب العلمي والجانب الخلقي السلوكي في وقت واحد. ودعيني فقط أختم يعني هذا اللقاء مع الأستاذة فاطمة الغويدي من ثانوية الخرج البنات، أقول أنها لمست أمرا في غاية الأهمية، وهو الاهتمام الفردي بالبنات. يعني إذا اكتشف أن عند بنت مشكلة فهي تحتاج حاجة ماسة إلى جلسات خاصة وإلى إنقاذ لها، ربما تكون يعني تورطت في شيء، ممكن يكون هي الآن متأثرة مكروبة من جانب معين، يمكن أقدمت على فتحتاج إلى هذا الجانب. بعض المدارس تعنى بالإرشاد الجمعي، يعني مجموعة بنات يسمعون محاضرة يسمعون، لا الحقيقة بناتنا يحتاجنا أيضا لمن يستمع إليهن فردا يعني واحدة حتى تقول ما في داخلها وتبوح بما في داخلها، ونساعدها بإذن الله حتى ترقى إلى ما تريد. أستاذة فاطمة أنا أشكرك الحقيقة، وأتمنى وأسأل الله عز وجل لكنا التوفيق والسداد، وننتقل للفقرة التالية. اللهم آمين وجزاك خير. مرحبا بك. بطوب تجارب عمري سورا أصول به من فديت، فبوحي بما شئت والله.
أنا وعدتكم أني أقول لكم 10 خطوات. أتمنى يعني لما قلت 10 خطوات تكون واحدة منكم جابت القلم والورقة، أو على أقل الأحوال الجهاز الذي في يدها الآن. غالبا كل واحدة في يدها جهاز، أما آيباد ولا تليفون، ولا المهم تكتب ماذا أريد أن أقول لها. وهذا طبعا أيضا من إعداد فريق البرنامج. أول خطوة، إذا بدأت الدراسة يجب أن أكون مستعدة لها مثل ما يستعد صاحب الدكان وهو يدخل في معرض من هذه المعارض التجارية، يسوي محل ويجيب طاولة ويأتي بأدراج ويضع فيها مواده ليسوق تجارته. أنت تحتاجين إلى أن يكون لك مكان خاص قدر المستطاع في البيت، كل واحدة عاد عندها إمكاناتها، لكن ممكن يكون لك مكتب خاص أو مكتب مشترك. المهم أن يكون لك مكان يكون فيه أقلام، يكون فيه احتياجاتك الأوراق والدفاتر وكتبك والكتب المرجعية التي ترجعين إليها، خاصة للأخوات البناتنا التي يكون في المرحلة الجامعية. حاسوب يكون فيه مكتبة شاملة والقدرة على الوصول إلى الكتب الإلكترونية مباشرة. هذا سيعينك كثيرا جدا على أن لا يضيع وقتك. يا ناس وين الدباسة؟ يا أمي وين الدفتر اللي أنا حطيته هنا؟ جاءوا بنات أختي وأخذوا القلم، أنا انشغلت. المهم هذا الكلام كله ضيع الوقت، لكن يكون لك مكان معزول وفيه كل هذه الأشياء، وتعنين دائما كما نذكر دائما في برامج إدارة الوقت أن هناك عدة أسس كان من أبرز أسسها هو تنظيم المكان. الأمر الثاني، الخطوة الثانية، في علاقتك بالمعلمة أو في الفصل يجب أن تكون علاقة حب، رغبة. يعني أنا أرغب في الدراسة، أنا أحب أن أذهب للمدرسة كل يوم، مثل ما أحب بالإجازة أنا أحب أدرس. يمكن سأقول يعني أمرا غير يعني متداول، ودي يجي اليوم اللي تقول فيه الطالبة أني أحب أن أذهب إلى المدرسة أكثر من أن أحب أن يقول اليوم إجازة، وهذا موجود بالمناسبة. ولكن أقول لكل طالبة على الأقل أن تحب دراسة مثل ما تحب الإجازة. فإذا دخلت الفصل اعتبري هذه فرصة ثمينة جدا. بالمناسبة المعلمة مهما كانت درجة قوتها العلمية وقدرتها على العطاء في أي مرحلة من المراحل، ابتدائي متوسط ثانوية جامعة فوق الجامعة، مهما كانت لديها ما ليس لديك، عندها من العلم ما ليس عندك، وهذا أمر طبيعي. الكبير والصغير يتعلمون من بعض، إذن اعتبريها فرصة رائعة وثمينة، وخذي القلم وقيدي العناوين، قيدي المراجع اللي تذكرها المعلمة، بعض الأفكار التي قد تطرحها وهي غير موجودة في داخل المنهج. النقطة الثالثة، لا تستهيني بقضية البحث في المكتبة. يعني سواء المعلمة أو الأستاذة في الجامعة أعطتك مراجع ترجعين لها أو لا أنت ترجعي، يعني احرصي على أن يكون لك مرجع آخر. يعني تبينا زود، يكفينا المنهج، يكفينا الكتاب الذي بين أيدينا، هذه كفي البنت العادية اللي تبغى تنجح وبس. أما اللي تحدث عنها الآن تريد تتفوق ويصير لها بإذن الله مستقبل كبير، وتستطيع أن تكون إن شاء الله معيدة في الجامعة أو تدرس دراسات عليا ويكون لها دور كبير في مجتمعها وأمتها، لا، هذه ما يكفيها أن تدرس هذه الدروس والمناهج، هذه مناهج مقربة مفاتيح فقط. أنت يجب أن تأخذي دائما يكون مع الكتب قراءة خاصة. ذكروا لي أن هناك مجموعة أعرفهم حتى بعض أسمائهم، هؤلاء يعني حتى الآن التقيت بأمس بأحدهم، كلهم الآن فوق 70، كانوا في مجموعة واحدة. واحد منهم كان مشهورا بأنه يقرأ كل يوم من كتاب خارجي، خارج الدراسة يعني، حتى إنه في يوم الاختبار يقرأ كذلك، وكانوا يتعجبون منه، يعني كيف تقرأ في أيام الاختبارات؟ قال أنا أصلا ما أجي أيام الاختبارات، أنا الحمد لله نظمت دروسي وعرفتها وعناوين وحفظت الأشياء اللي تحتاج إلى حفظ وفهمت الأشياء البقية، يوم الاختبار أراجع فقط، وعندي وقت إضافي ولا أستطيع، أصلا عندي إدمان قراءة لازم أقرأ. فإذا به يقرأ. هذا الرجل من بينهم هو الذي أصبح ما شاء الله مؤلفا وأصبح أستاذا بروفيسور، يعني أصبح بروفيسور بعد ذلك. يعني طبعا كلهم الحمد لله على خير، وكل واحد منهم كان أصبح على ثغرة، لكنه تقدمهم جميعا. يعني احنا نتكلم إذن عن التي تريد أن تصبح كذلك. طبعا علاقتك بالمكتبة يجب أن تكون علاقة أيضا حميمية، أن تشعري أن المكتبة هذه جزء من حياتك، وأنها أصبحت
المكان الذي تحبين أن تذهبي إليه، مثل ما تحب البنات يروحون يذهبون إلى كافي شوب ولا يروحون يجلسون في سمر ولا في، أنت تحبين أيضا مثلهم هذه الأشياء، وتحبين أيضا أن تذهبي إلى مكتبة وتجلسي فيها. الآن الخطوة الرابعة، تعلمي تصميم الخرائط الذهنية، يعني يمكن أن تسمعي أي درس وتحولينه إلى خرائط. الآن بالمناسبة يمكن الاستفادة من بعض البرامج التي على الحاسوب التي تعين على رسم هذه الخرائط. أخذ أسبوع كامل لتتعلم الخرائط الذهنية من خلال القراءة عنها أو حضور برنامج تدريبي، ويمكن للمعلمات الأخوات الكريمات التي يتابعن هذا البرنامج أنها تبحث عن مدربة وتقدم برنامج الخرائط الذهنية في داخل المدرسة، أو على الأقل ترجع البنت وتشاهد هذا البرنامج من خلال الإنترنت ثم تتعلم عليه. رائع جدا. الآن لو واحدة عندها الخرائط الذهنية تستطيع تحول الخطوات العشر إلى خريطة، واحد يعني دائرة ثم سهم الدائرة الثانية، في الأخير تشوف قدامها عشر دوائر وليس أمر سردي، وهذا أسهل عليها. الخطوة الرابعة الخامسة، ضعي جدولا زمنيا. هذا الجدول الزمني يكون فيه يمكن أن أسميه تقويم خاص بك أنت، تقويم خاص بهدى. فهدى عندها جدول زمني لليوم، تصحى مع صلاة الفجر، تذاكر أو تقرأ قرآن أو تحفظ أو تراجع كتاب الله عز وجل، تذهب إلى المدرسة، تعود من المدرسة وتذهب وتتغدى بعد أن صلت الظهر، ثم بعد ترتاح إلى صلاة العصر، بعد صلاة العصر تبدأ تذاكر دروسها، بعد صلاة المغرب تروح إلى دار القرآن الكريم، بعد صلاة العشاء تجلس مع الوالدة وتساعدها. أنا ما أتكلم ترى عن برنامج واحد، ممكن أكون لكل واحدة برنامج، يمكن يكون عندنا 1000 خريطة لهذا البرنامج لا مانع. أنا أقصد أن لابد أن يكون عندك خريطة واضحة. برنامج هذه البنت اللي تسوي كذا ما تعرف شيء اسمها أنا طفشانة أنا زهقانة، ما تعرف ليه، لأنه مليان يومها كله مليان. فهي إذا تستطيع أن تصنع أيضا في هذا الجدول، في جدول ثاني للاختبارات، مثل اختبار الشهري، مثل الاختبارات المقطعة هذه يسوونها ببعض المدارس وبعض الجامعات، مثل البحوث. دائما أقول لطلابي، أنا درست الجامعة 29 سنة، فأنا أقول لطلابي وأعطي كثيرا مادة البحث الأدبي، فأنا أقول للطلاب تجربة مرت علي في السنة التمهيدية في جامعة الإمام في قسم الأدب، حينما أعطانا الدكتور عبد القدوس أبو صالح أن نحقق ورقات وأن نكتب بحثا، وزملائي يعرفون أن البحث يسلم في نهاية السنة، لأن ما عندنا فصل دراسي فصلين، لا عندنا سنة كاملة نختبر في النهاية. زملائي كلهم أخروا بحثهم على أن الفصل الثاني سيأخذونه. أنا بدأت من البداية من أول السنة، جمعت المراجع وبدأت أعكف عليه في المكتبات، مكتبة الملك سعود وجامعة الإمام والفيصلي وغيرها من المكتبات، حتى أن أهيته في وقت مبكر في حوالي 200 صفحة، ثم قدمته للدكتور. بعد ذلك كتب عليه يمكنك أن تطبعه كتابا، وجزاه الله كل خير وأسأل الله يبارك في حياة هذا الرجل، انتفعت به كثيرا. ذهبت نعم بعد أن تخرجت وأخذت الماجستير والدكتوراه، رجعت إلى هذا البحث وعدلت فيه أشياء يسيرة وطبعته في نادي المنطقة الشرقية الأدبي. زملائي انحصروا في النهاية ووجدوا أنفسهم أمام اختبارات لست مواد أو سبع مواد كلها من 100 سيختبرون فيها، وأيضا أمامهم بحث ليس سهلا يجب أن يقدموا فيه وتحقيق، كذلك كلها أخروها. من قدم في البداية هو الذي استفاد وتفرغ لهذه الدروس وفي النهاية تفوق عليهم جميعا، ومن تأخر هو ليس هذا أفضل من هذا أبدا، قضية تنسيق وقت وتوفيق من الله عز وجل. أنا معلش أنقل هذه التجربة حتى لطلابي، فمن ينتفع منها يقدم البحث مبكرا ويرتاح ويتفرغ الاختبارات، والذي يعطيها ظهره كما يقال سيجد نفسه أمام الاختبارات في النهاية. الخطوة السادسة هي عندما تدرسين لفترات طويلة تحتاجين إلى راحة، والراحة بالمناسبة حددوها، يعني قالوا أنك تدرسين لمدة ساعة جامعية، ساعة فضائية، يعني برنامج الفضائي الآن هو 50 دقيقة كما هذا البرنامج، 50 دقيقة مذاكرة 10 دقائق راحة. طيب ليش 50 كثير؟ لا مش كثير، لأنه ما يمديك بعدين تضبطين المحاور، أي يعني إذا حتى أضبط ما أذاكره لا بد أن يكون هناك ربط لهذه للدرس، فما يكون هذا الربط طبعا موجودا إذا كان أقل من 50 دقيقة.
إذا أنت عرفت أن 50 دقيقة كل ما ستفعلينه هو أنك تصبرين نفسك لو أنها ملت أو أنها يعني زهدت في هذا الجانب. إذن هذه النقطة السادسة إن شاء الله نكمل بعد طموح نحو الجنان. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي الطموح والنجاح والهمة هو التحدي الكبير في هذا الحياة، وهو أمر ينشده كل الناس، والوصول إلى النجاح عبر جسر صغير اسمه الهمة العالية أو الطموح. الطموح هو الجد والعزم والإباء والترفع عن سفاسف الأمور والنظر إلى معالي الأمور. نحن مطالبون أيها الأحبة أن نعلي هممنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فهي جد وإباء. ولهذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. من ابتلي أيها الإخوة بضعف الهمة فثمة أشياء تعينه على ذلك، أما أولها فهو الإيمان. فمن قوي إيمانه هانت عليه الصعاب. ندعو الله عز وجل فعلا أن يعلي هممنا وأن يبعدنا عن سفاسف الأمور، وأن لا تكون همة الإنسان دنيئة. مصاحبة أصحاب الهمم العالية جعل جدول يومي وهدف يريد أن يحققه الإنسان في سنته وعمره كله. أيضا التنافس بينه وبين زملائه حتى يصل إلى مطلوبه. الابتعاد عن كل ما من شأنه الهبوط بهمته وتضييعها، كالجلوس مع أصحاب الهمم الدنيئة وكثرة المزاح والتمتع بالمباح وكثرة التسويف وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسعدنا وإياكم في شؤوننا كلها. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصول به من فديت. حياكم الله، معنا الأستاذة أريج. أيوة، السلام عليكم أستاذة أريج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. الأستاذة أريج علي الحناية كاتبة، صدر لها كتاب وهج الأمل. أستاذة أريج، في البداية ودنا تعرفين بنفسك للأخوات ولمتابعات البرنامج. أنا أريج علي الحناية، 19 ربيعا، تخرجت من الثانوية 70 وحاليا أدرس في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تخصص لغات الترجمة قسم لغة إنجليزية، عضوة في فريق الرعاة التطوعي، وكاتبة كتاب وهج الأمل. ما شاء الله، الله يوفقك يا رب. في أي تخصص؟ تخصص لغات الترجمة قسم اللغة الإنجليزية. أي ما شاء الله، الله يوفقك يا رب. أكيد يعني أن اخترتي لسبب، ما سبب اختيارك للتخصص؟ أيوة، لأني أحب اللغة الإنجليزية، ولأني أطمح أني أقدر أترجم. جميل. إن شاء الله تكتبين كذلك. أقول إن شاء الله تبدعين وتكتبين إن شاء الله بنفس اللغة التي تتعلمينها بإذن الله. إن شاء الله. أريج، أنا أقول الشيء يعني من خلال دراساتي اللي في البحث وجدت أن أكثر المبدعين كانت لديهم لغة أخرى، فلا شك أنك إذا أبدعتي في اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية بعد ذلك، خاصة الفرنسية والإنجليزية، الفرنسية يمكن أكثر، لكن اللغة الإنجليزية أيضا فيها آداب، وقرأت في أشعارهم وفي رواياتهم بلغتهم، فهذا أيضا سينضج بإذن الله تجربتك وقريحتك أكثر، وتعطين إن شاء الله بشكل إبداعي أكثر. طبيعة الحال يعني أن الإنسان إذا صار في مسار واحد ليس كذا أخذ مسارين، إذا كان عنده مصدر واحد لقريحته فإن وجود أكثر من مصدر سوف يثريها أكثر. طيب، كيف كانت البداية مع الكتابة وليه اخترتي هذا المجال بالذات؟ بدايتي مع الكتابة كانت من فترة طويلة، من يوم ما تعلمت أكتب وأنا كنت أحب أكتب أي شيء، بس بديت أكتب بشكل جدي وأنشره في المرحلة الثانوية، لأني كنت أكتب بعض الأحيان المحتوى العلمي للبرامج تبع المطلة أو التوجيه والإرشاد أو النشاط. إيه نعم.
هذا يعني في بداياتك. اي هذه بداياتي في المرحلة الثانوية. ما هو الانتاج الادبي الذي طرحتيه الى الان او انتجتيه؟ هو كتاب الاول وهج الامل، كتاب حيث الطموح والتفاؤل والامل والابتسامة، حيث الاخوة والمحبة والصداقة، حيث الحياة والتأمل والنظرة الايجابية والثقة. كتاب ضم مشاعري واحاسيسي كلها. كيف يحصلون عليه بنات لو بغوا يقرؤونه؟ متواجد حاليا في كل مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية. ما شاء الله، الله يوفقك يا شباب. هذه بداية رائعة، ترى 19 سنة ما شاء الله، أكثر الكتاب لا يطبعون إلا بعد 30 يمكن، لكن هذه بداية رائعة والله يوفقك، وإن شاء الله القادم أفضل وأكثر بإذن الله عز وجل. هل لديك مشاركات عبر الإنترنت ممكن يرجعون لها البنات؟ في مشاركات سابقة في منتديات كنت نتفاعل فيها، بس حاليا يمكن المسح. مشاركات الحالية في تويتر وإنستغرام خاص بكتابي، مكتوب تويتر في آخر صفحة بكتابي. أيوة، طيب يعني الكتاب موجود الآن على تويتر ممكن؟ على الانترنت ممكن الرجوع له؟ لا، موجود اقتباسات منه، يعني الان نسخه ورقيه فقط. اي نسخه ورقيه. إيه ان شاء الله بعدين عاد تنزلين على الانترنت يقرؤون البنات يستفيدون ان شاء الله بشكل اوسع. طيب برايك كيف توجه الفتاه المسلمه كتاباتها لتكون في صالح دينها ومجتمعها ووطنها؟ بالنيه في الكتابه، لان الاعمال فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني لدي إيمان إنه وتصديق بأن كل ما يكتب سيكون في خدمة الإسلام والمسلمين، فأي ما يكتب سيقرأ أحد يوما ما فيكون قد انتهى الأمر لله، اقرأ. أيوة أحسنتي. طيب ما أدري، هو سؤال ورد على ذهني يا أستاذة أريج، البنات لهم احتياجات، وفتاة في هذا العمر لا شك أنها تعرف احتياجات البنات أكثر منا، يمكن صحبة هذا البرنامج والاطلاع والاستماع إلى كثير من الأخوات وبنات جعلتها نطلع على أشياء كثيرة من الاحتياجات، لكن وجود وحدة في داخل البنات، بل هي وحدة منهن، هي تعرف احتياجاتهن أكثر. يعني هل ممكن تحددين لثلاث احتياجات على الأقل لأي كاتب يريد أن يكتب للبنات؟ ماذا تحتاج البنت أن نوجه لها؟ يعني ذكرتي الأمل والثقة والتفاؤل. إيه تحتاج أحد يشجعها، أحد يقول لها أن أنت تقدرين تحققين حلمك، أحد ينمي فيها الثقة، ينمي فيها روح التفاؤل، التأمل، ومن هذه الأشياء يعني. أحسنتي أستاذة أريج علي الحناية الكاتبة المبدعة، ما شاء الله وبداية موفقة أستاذة أريج، إن شاء الله نقابلش بعد فترة وتقولين قد أصدرت الكتاب الآخر، تخرجت في جامعة الأميرة نورة، أصبحت معيدة في الجامعة، والمستقبل أمامك إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذة أريج. مرحبا بك. طيب يعني يمكن أودي أن أكمل الحقيقة النقاط ولو بشكل سريع. هناك النقطة السابعة اللي ذكرناها قبل قليل، ما يسمى المذاكرة الجماعية، أختصرها بشكل سريع، أن البنت التي لا تذاكر إلا في مجموعة ستضر بنفسها كثيرا، ستتعود على هذا ويضيع عليها وقت كثير، لكن المذاكرة الجماعية فيها فائدة، أنها تنشط الذاكرة وتنشط المعلومات القديمة وتعطي الثقة، حينما تذكرين بعض الأشياء اللي يعرفها تعرفينها، والبنات أيضا يعززون هذه المعرفة، ويمكن أن تستفيدي في بعض الأمور لتحتاج إلى شرح من زميلة لك لها اهتمام أكبر بهذه المادة، وأنت لك اهتمام بمادة أخرى. النقطة الثامنة أو الخطوة الثامنة، العادات الصحية، يعني تعتني بجسمك، تعتني بما تأكلينه من مأكولات صحية فقط، والاهتمام بالرياضة في داخل المنزل، يعني ما يسمونها الرياضة السويدية، وإلا سيكل، ولا يعني سير ولا غيره، لأن هذا مهم جدا، من إحنا صغار يقولون العقل السليم في الجسم السليم. الخطوة التاسعة، المذاكرة أولا بأول، لا تؤجلي المذاكرة. الخطوة العاشرة هي التسميع، 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 يعني إذا سمعت البنت معلومات عند أخرى أو عند والدتها، عند والدها، عند أي واحد آخر في البيت، لا شك أن هذا يرسخ هذه المعلومات أكثر من أنها بس فقط تمر بها على الذهن، أو تظن أنها حفظتها ثم لا تجدها أمامها. واعلمي أن البكور فيه خير عظيم جدا جدا، لولا قصر الوقت لجعلت له حديثا خاصا، لأن فيه سر من أكبر أسرار النبوغ، والذي نراه عند كثير من النابغين، سواء من المسلمين أو حتى غير المسلمين، الذين اعترفوا بأن هذه الساعات
هي من أبرز أسباب نبوغهم وما طرحوه من أفكار وأنتجوا في من مخترعات وغيرها. هذه العشر، وأتمنى إن شاء الله أشوفهم كذا مغردين عن طريق البنات كذلك، أو جمعتهم لنا واحدة بجمع جيد، ونكرر إن شاء الله ونعيد هذه. نطلع الآن فاصل مع فيديو صرح تفاؤلي. وتنطوي صفحات رمضان بيضاء نقية، وقد مليت بوافر العطايا والهبات الربانية والعبادات الندية. ثم هو رمضان ينقضي محملا بمصابيح التقوى، لتنير تلك الإضاءات من كان في قلبه حبة من إيمان وقبول عمل، ليتابع الحسنة تدفعها الحسنة، حتى لكأنه نجم يشع في سماء الحياة، عبدا مختلفا عن أقرانه يضيء طوال شهور العام، وليس موسما يظهر ويضيء في آن. وماذا بعد رمضان؟ بعد أن شرع أبوابه بنفحات تتنفس لها النفوس كوريقات ورد تتفتح فائحات، يمر شذاها عابرا مع خطوات تنشد الأجور في الشهور الباقيات. فحياة المؤمن عبادة، ويا لسعادة النفوس الخيرات، تلك التي تتبع أثرا طيبا تسمع معه نداء رب الرحمات، فتمضي معه خطوات إلى رحاب الجنات. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بقلم فاطمة الخماس. نبارك للفائزة في المسابقة الرمضانية ماذا بعد رمضان، ونشكر كل من شاركت معنا، ونتمنى لكم التوفيق، فأنتم أهل الإبداع والتميز. أخواتكم فريق حمائم البول. يعني ما شاء الله إبداع الحقيقة، سواء في الخاطرة أو في إخراج الخاطرة. نعم. معلش أنتوا أولادي وبناتي، وأنا أحب أقول الكلام هذا لأني فعلا أفرح لما أشوف شيء جديد تبدعونه. والقادم من بنات البوح أجمل وأفضل. أجمل إن شاء الله تعالى. طيب محمد، أنا أترك لك الفقرة هذه. طيب، هو الفقرة هذه ينتظرونها البنات، لأن سنتكلم عن نتائج مسابقتين. مسابقة قامت بها فريق حمائم البوح التطوعي، هم يعني كانت نواتا من هذا البرنامج، وبدأوا مع البرنامج وكان يدعمون حملات البرنامج، فكونوا هم فريق وصار لهم نشاط يعني مستقل في صفحاتهم. والله وانتجوا كثير من الفيديوهات اللي عرضت. اي نعم، كل يعني اسبوع لهم نتاج، لا من الخواطر ولا من ناحية انتاجهم. كيف الوصول اليه عن طريق النت؟ عندهم حساب في تويتر باسم حمائم البوح، وفي الفيديوهات، وعندهم قناة اتوقع، لا هو على عن طريق هذا ممكن موجوده مجموعه كلها. طبعا هم في رمضان اقاموا حمله لاستغلال شهر رمضان، وكان اخره اللي هو مسابقه افضل خاطره، ووضعوا لها مجموعه من الجوائز، بطاقات شحن يعني، وايضا الفائزه كان لها تسجيل الخاطره وعمل لها مونتاج. يعني هو صحيح يعني جائزة تستفيد منها البنت وتحرص على أن يكون لها مثل هذا. جميل. وكانت طيب. الفائزة اسمها فاطمة الخماس، هي يعني التي فازت في هذه المسابقة. أيضا عندنا اللي هو مسابقة نهني فاطمة الخماس، نهنيها والله يبارك لها، شوف لها كتاب زي كتاب الأستاذة قبل قليل أريج. طيب، المسابقة الثانية، وكانت الأسبوع الماضي حافلا بتفاعل البنات وحرصهم على المشاركة وأيضا مشاهدتها، وكان أغلب التعليقات اللي كانوا يبغون يشاركون في المسابقة يقول لو لم يكن إلا مشاهدة هذه الحلقة لكفانا من المسابقة، فزنا بالمعلومات اللي فيها. طبعا احنا وضعنا لها شروط ووضعنا لها طريقة المشاركة، وكثرت الأسئلة والله. اي نعم، ومع ذلك شاركوا البنات اي نعم، وكان في تفاعل طيب. صحيح، احنا حطينا 10 جوائز،
وصار في مشاركات جيدة وتجاوز العدد إلى 13. يعني أصحاب الإجابات الكاملة الممتازة. الإجابات الكاملة صحيحة. أيوة. أي نعم. زدت الجوائز. وزدنا الجوائز إلى 13 جائزة. وبنذكر الآن أسماء الفائزات والله يبارك لهم واحدة واحدة حتى لا نقول بعد كل واحدة مبروك، فإحنا نبارك لهم جميعا. وكما ذكرنا يعني هي الفائدة الاستماع وإلى ما قرى الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة. حتى ذكرت واحدة وهي من الفائزات تقول غير قضية أنا ما يهمني إذا كنت فزت أو ما فزت، مع أنها كانت من أفضل البنات من ناحية جودة الإجابات. أيوة. تقول جلست أنا مع زوجي وبنتي وجلسنا نتحاور في الحلقة ونستخلص الإجابات. هذه الروح الأسرية الجميلة هذه. وأظن الوقت متاح أيضا لكل، وأنا الحلقة الوحيدة اللي كتبت للناس فيها أرجو من الآباء والأمهات أن يجلسنا مع بناتهن لمشاهدة هذه الحلقة. أيوة. طبعا الحلقة ممكن استعادتها عن طريق قناة البرنامج على اليوتيوب. أوه. وممكن عقد هذا اللقاء مع البنت كذلك. صحيح. الفائزات هم 13 فائزة: ارتحال من المدينة، أسماء العبود من جدة، بشرة سبيت من المجمعة، سهام سالم، وعائشة الجهني من ينبع، وعبير الحربي من المدينة، وغادة قسيم من أبها، وفاطمة بارمادة من جدة، وليلى محمد من جدة، ومرام سيف من جدة، ونجود محمد، ونور أمين من جدة، ووجد محمود من الأحساء. هذا الفائزات 13 معنا في هذه المسابقة، ويترقبون إن شاء الله في المسابقات القادمة بين فترة وفترة نضع مسابقة كتفاعلية، وخاصة إذا كانت الحلقة نسعى أنها تصل لكل بيت ولكل أسرة ولكل فرد. آمين. الله يوفقهم جميعا. مبروك الفائزات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقيمين والمقيمات الصلاة لنتقرب يا ربنا سبحانه وتعالى. الحلقة الجاية حفظ النعمة. حفظ النعمة خاصة أنها بتكون مع بداية الإجازة تقريبا، وبعد أو قبيل الإجازة فيها مناسبات، وبنمر على العيد وبنمر على احتفالية عامة، فنحرص. لا والله بعد يا محمد في داخل المدارس الحين أيضا نحتاج هذا المفهوم بين البنات داخل المدرسة، الأكل الذي يزيد، وضع الأكل بعد أن ينتهي. صحيح. بقايا الأكل يعني في صور غير مرضية، والبنات فيهم خير. أنا أتمنى الحقيقة في إعداد الحلقة أن يشارك معنا كل جمهورنا الكريم لإعطاء بعض التوصيات في كل مجال، يعني حفظ النعمة في المدرسة، حفظ النعمة في المسجد، حفظ النعمة في السوق، حفظ النعمة في المطاعم، حفظ النعمة أيضا في البيت، في الحفلات، في أتمنى هذا. وإن شاء الله أيضا يكون لنا لقاء. ما رأيك أن نضع مثل المبادرة في المدارس أن كل مجموعة، في مجموعة المسرح ومجموعة المصلى ومجموعات كثيرة، يعني ودنا أن من المدارس الأسبوع القادم مع نهايته يوم الثلاثاء أو الأربعاء يضعون لنا مبادرتهم في حفظ النعمة داخل المدرسة، وممكن يعلنون عنها هنا. إيه نعم، أفضل مبادرة عملت نستضيفهم إن شاء الله ونجعل معهم لقاء بسيط حتى أنهم يكون تجربتهم. أيضا إن شاء الله يكون لنا أيضا لقاء مع واحد صاحب قاعة أعراس أو قاعة حفلات كذلك، يعطينا الصورة. ممكن يصير لنا لقاء مع البرامج الرائعة الخيرية اللي هم مثل المستودع الخيري، مثل بنك الطعام، مثل حفظ الطعام، حفظ النعمة أيضا عندنا في الأحساء حفظ النعمة بهالاسم. يعني أتمنى الحقيقة أو أي بلد من البلاد العربية كذلك لو كان فيه أحد يمكن يبادر، أظن إيميل البرنامج مشهور buhi11@hotmail.com. أشتكت الحلقة الجاية ترى إن شاء الله، إن شاء الله يعني تكون حلقة رائعة جدا وتميزة. عند هذه النقطة نضع نقطة، ومن أول السطر إن شاء الله نقول شكرا لبناتنا وهنيئا للفائزات في كل المسابقات التي ذكرت، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكن الله، أستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصون به من فديت، فبوحي بما شئت والله إني لمثل الذي